صوم الأطفال من المواضيع الملحة جدا على الأسرة أثناء شهر رمضان. بيجي في تفكيرنا متى يجب أن يصوم الطفل، متى كيف يصوم، وهي الموانع أن الطفل يصوم. نبدأ بالسؤال الأول، هو متى يصوم الطفل؟ قدرة الطفل على الصيام بتختلف من شخص لآخر. طفل ممكن يستطيع الصيام بصورة مبكرة، بينما طفل آخر لا يستطيع الصيام، وبالتالي ما نقدرش نعمم الحكم على كل الأطفال في سن معين. حتى داخل الأسرة الواحدة في ممكن طفل يصوم بدري، أخوه لا يستطيع الصوم مبكرا. لكن عادة عند 10 سنوات بيكون معظم الأطفال يستطيعوا الصيام نهار رمضان بصورة كاملة. يفضل إن احنا نطلب من الأطفال البدء في الصيام بصورة مبكرة، نطلب منهم صيام فترة بسيطة من النهار، وكل يوم بنزود على اليوم اللي قبل منه، وبالتالي نصل في النهاية إلى صيام نهار رمضان بشكل كامل. عند صيام رمضان نطلب من الطفل لازم يحافظ على وجبة السحور. وجبة السحور لازم تكون تشمل كمية كافية من الألبان، نتجنب بعض استخدام بعض السوائل المضرة للبول زي الشاي والقهوة على السحور. يفضل عند الإفطار إنه يبتدي بالشوربة، وبعد كده السلطات والخضروات والإكثار من الفاكهة. أثناء الفترة ما بين الإفطار وبين السحور يفضل أن الطفل يشرب الكثير من الماء، يعني لا يقل عن 2 لتر ما بين الفطار إلى السحور. ما هي موانع الصيام بالنسبة للطفل؟ لو كان الطفل عنده مرض مزمن بيحتاج إلى تناول دواء بصورة متكررة، لا نستطيع أن احنا نعطي الدواء نتيجة للصيام في أوقاته المرجوة، فهذا في حد ذاته داعي لأن الطفل لا يصوم. على سبيل المثال، مثلا الطفل اللي عنده الأنسولين السكر من النوع الأول بيحتاج الأنسولين، وبالتالي بعد حقنة الأنسولين بيحتاج إن هو يتناول القليل من الطعام حتى لا يحصل فيه نقص في السكر، فهذا أحد موانع الصيام. الطفل الذي يعاني من أنيميا شديدة، خاصة أنيميا الخلايا المنجلية اللي بيحتاج شرب كمية كبيرة من المياه حتى لا يدخل في نوبات من على سبيل المثال الأوكلوسيف كرايزيس أو البينفول كرايزيس، هنا بيفضل الطفل يشرب الماء بصورة متكررة، لذا لا يفضل إن هو يصوم. الطفل الذي يعاني على سبيل المثال من الصرع بيحتاج يتناول مثلا مضادات الصرع كل 12 ساعة في ميعاد ثابت. إذا كان هذا لا نستطيع إن احنا نؤديه نتيجة للصيام، فيجب على الطفل الإفطار، وإلا سوف يصاب بنوبات صرعية شديدة جدا قد تؤثر على حياة الطفل. بمعنى مختصر، إذا كان الطفل يعاني من مرض يحتاج إلى تناول طعام أدويته بصورة منتظمة وبعدد ساعات أقل من عدد ساعات الصيام، لذا يجب على الطفل أن يقوم بالإفطار. نقطة مهمة جدا، إن احنا لازم نشرح للطفل إن ربنا أعطاه رخصة للإفطار حتى لا يصاب بالإحباط وقد يؤدي إلى الاكتئاب. وشكرا جزيلا لحضراتكم، كل عام وحضراتكم بألف خير.